نحن لا تنطلي علينا هذه الحيل، ونحن لا تنطلي علينا هذه التصريحات. نحن نعلم جيدا الوجهة التي يتوجه نحوها رئيس الجمهورية من خلال إعلان صريح من مقر وزارة الداخلية في الليلة الفاصلة بين 5 و 6 فيفري على أن المجلس الأعلى للقضاء من عداد الماضي، وأنه أكد هذا بغلق مقر المجلس وبالإعلان مرة أخرى على حل المجلس الأعلى للقضاء بقرار انفرادي أحادي مسقط لا تشاركية فيه ولا تشاور فيه مع المؤسسات ولا مع القضاة. احنا اليوم نعرفوا انه السيد رئيس الجمهورية بهذه الخطوة يريد بسط يده على القضاء وعلى مؤسسات السلطة القضائية، ونحن نرفض بالتمام والكمال كل هذه التوجهات. هو عملية الحل في حد ذاتها هي عملية غير قانونية، هي عملية تستهدف إرجاع البلاد 30 سنة التالي، إعادة القضاء إلى حظيرة السلطة التنفيذية باش تحكم فيه باش يصبح ثم تعليمات. أعتقد أنه هذا أيضا يمثل خيانة لمسار ثورة ولنضالات سابقة. هي الوقفة هذه هي استجابة لدعوة جمعية القضاة التونسيين للقيام بالوقفة هذه في إطار التصدي للقرارات التي اتخذت بداية من 6 فيفري واللي هي معناها حل المجلس على القضاء. رافضين القرار هذا اللي اتخذ وطالبين تراجع عنه.